رح ننتقل لفقرة جديدة من صباحنا ورح نجاوب فيها على كثير من الاستفسارات بوزارة التربية. رشا، أكيد يا هادي، اليوم دائما نحن منقول قطاع التربية مشبهه دائما بخلية النحل، لأنه على مدار السنة هو عم يشتغل وهو القطاع الأكبر اللي دائما في استفسارات له من قبل جميع الناس وخاصة العاملين ضمن قطاع التربية. اليوم أطلقت وزارة التربية مؤخرا منصة خدمات العاملين وضمت تحديد مركز عمل والتبادل للعاملين. ماذا عن إضافة المزيد من هذه الخدمات للمنصة، وماذا عن المزيد من الأتمتة التي توفر الجهد والوقت والسفر وعناء الذهاب والإياب من وزارة إلى أخرى أو إلى مديريتها؟ أكيد، ولنعرف أكثر مشاهدينا عن هي المنصة، منصة خدمات العاملين وأبرز الخدمات اللي عم تقدمها، بيسعدنا أن يكون معنا لليوم الأساتذة اللي صاروا معنا. أكيد الأستاذة نادية الجغصي، مديرة التنمية الإدارية بوزارة التربية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. وأكيد الأستاذ نجيب سلق، مدير المعلوماتية في وزارة التربية. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتكم. يعطيكم ألف عافية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ضمن وزارة التربية، مشكورين اكيد. يعني اليوم يعني مئات من الاستفسارات اللي وصلت، رح نحاول ضمن هيك الفقره ناخذ الاهم. يعني دائما ست نادية عم بيكون يعني معظم الاسئله اللي وصلتنا عم تسال عن المنصه وخدمه العاملين. قديش اصبح عدد المنصات لحد الان؟ يعني هلا اول شيء الله يعطيكم العافيه، صباح الخير للجميع. المنصه اطلقت تقريبا من شهر ونص بناء على توجيهات من السيد الوزير نتيجة العمل على تبسيط الإجراءات. بالنسبة للمنصة صار عنا تقريبا يلي تم الموافقة لهم عن طريق المنصة حوالي 200 عامل، منقسمين بين يلي انطبقت عليهم شروط الرئاسة والوزارة وبين يلي ما انطبقت عليهم الشروط عن طريق التبادل. نحن قسمين المنصة، قسم للي بتنطبق عليهم الشروط اللي هي محددة بالمنصة بلوحة منسدلة، اللي هن ذوي الشهداء، ذوي العساكر، ذوي الإعاقة أو نسبة عجز 40% فما فوق، زوجات الضباط يلي بمهمات خارج القطر، وزوجات القضاة، وإذا في كمان يعني أي شيء تاني ممكن ينعرض على اللجنة. بالنسبة للتبادل يلي ما بتنطبق على هاي الشروط بيروح على قسم التبادل. نعم. قسم التبادل بيعني أنه أنا مثلا عندي مدرسة لغة إنجليزية بدها تطلع من تربية دمشق لتربية اللاذقية، في حدا من تربية اللاذقية بده يجي على تربية دمشق، نفس الاختصاص ونفس المنطقة، فهنا نحن هون بنعمل تبادل. نحن كل تقريبا أسبوعين عم نطلع القائمة، إذا في تبادل مباشرة عم نطلع قائمة تبادل. تقريبا صار عنا شيء 40 حدا على التبادل أخذناهم بين المحافظات، بيختلفوا على اللي انطبق عليهم الشروط. تمام، ننتقل عند حضرتك أستاذ نجيب، وذكرنا قبل الهواء أنه المنصة جديدة تقريبا شهر ونص. خلينا يمكن اليوم عم بيكون في ضغط على هي المنصة، ويمكن اليوم في كتير من الأشخاص ما بتعرف تتعامل كتير بالتكنولوجيا، ما بتعرف تتعامل مع هي المنصة، ممكن يصير في كتير من العراقيل الإلكترونية، يمكن في كتير تساؤلات من المدرسين المتقدمين أنهم ما عم يوصلنا كود التفعيل أو عم يواجههم مشاكل، كيف عم يتم التعامل معه؟ أول شيء صباح الخير، صباح الخير لمشاهدينا. طبعا إحنا منأكد أول شيء على دور عملية التحول الرقمي في سياسات الحكومية. من هالمنطلق انطلقت مديرية التربية، مديرية المعلوماتية في وزارة التربية، بتقديم الحمل الأمثل التقني ضمن الإمكانيات المتاحة. نحن أنشأنا بالتعاون مع مديريات التنمية الإدارية، أنشأنا المنصة، وهي المنصة هي من أولى المنصات اللي طلعت بالحكومية من بعد منصة جواز سفر وإلى آخره. نعم. هاي المنصة هي لحتى تقدم خدمات بسيطة وأنيقة للعاملين بتجربة مستخدم كتير سهلة وبسيطة. نحن مثل ما تفضلتي أنه صار في استفسارات كتير، دائما كنا على التواصل مباشر مع العاملين من خلال الردود يلي على صفحة الوزارة على الفيسبوك. تمام، تجينا كانت تعليقات كتيرة، كانت تجينا فيدباك أنه مثلا إحنا في عندي نقص معين بإحدى المناطق التعليمية، في عندي نقص بالاختصاص. دائما هذا ضمن العمل كنا عم نحاول نطور فيه، لهيك كانت إطلاق المنصة دائما بأي برنامج معلوماتي دائما بيكون في إطلاق أولي وتجريبي للخدمة. يعني إطلاق أولي ليس تجريبي مرة منسكر وبعدين منروح على البيت، لا، ولكن تجريبي هو في طور التطوير الدائم والتحديث بناء على
التغذية الراجعة من المديريات الموجودة أو مديريات التربية أو العاملين. لهيك نحن دائما صار في عملية تطوير وتحديث بالمنصة حتى وصلت إلى تجربة مستخدم بسيطة وأنيقة وسهلة. أي شخص بإمكانه يدخل وفي عنده ورك فلو مباشرة بيدله أن حاليا أنت بدك تدخل اسمك، حاليا بعتنا لك دخل رقم كتاب، مثل ما تفضلتي كود التفعيل. هذا كود التفعيل كتير أساسي لحتى يضمن حماية البيانات والسياسة المنطلقة بوزارة الاتصالات أنه إحنا في عنا شيء طلع مرسوم لحماية البيانات. فهذا كتير نحن منأكد عليه أنه كل شخص بده يدخل لهذه المنصة لازم يكون بهو يعني بشخصه وبرقم هاتفه، ومنأكد عليه قانونيا أنه إنت ما بصير هالبيانات هاي إلا تكون دقيقة. مثل ما فضلت الكود التفعيل عم يتأخر شوي، يعني دائما نحن بنعرف انقطاع الكهرباء، عدم التغطية، يعني هالأمور وعن حاول نعالجها بشتى الطرق. طيب ست نادية، دائما يعني كان عشرات الأسئلة عم يسألوا عن موضوع الفائض، نحن ضميناهم بسؤال واحد بكذا شق. بيقول السؤال أنه موضوع الفائض بوزارة التربية اليوم كيف عم تدرسوها؟ عم يقولوا أنه بمحافظة طرطوس واللاذقية أنه موجود فائض أكثر من العدد المطلوب، وفي في نقص ببعض المحافظات. اليوم كيف عم تنسقوا بهي القصة؟ هلأ بالنسبة للفائض طلع أكثر من بلاغ وزاري. الفائض شو سببه بالبداية؟ لحتى نرجع شوي للبدايات الفائض. الفائض أنه نحن بنعمل دراسة قبل ما نعمل مسابقة، نجيب حاجات مديريات التربية، كل المديريات بتبعت لنا اللاذقية ما فيها حاجة، طرطوس ما فيها حاجة، فمضطرين شباب وبنات طرطوس يطلعوا يقدموا بمحافظات تانية، بيروحوا بسجل بمسابقة بمحافظة تانية، بينجحوا بالمسابقة، بيجي التعيين أنا من حمص بسجل بدمشق. دائما نحن منوضح هاي النقطة أنه ابن محافظة دمشق عم بيروح على حمص يسجل، وبالعكس وقت اللي بيطلع اسمه ناجح فهو عم يروح للمحافظة اللي هو سجل فيها. إجباري مو المحافظة المقيم فيها، أنا حاجتي بتربية دمشق، بيجوا بيسجلوا بتربية دمشق، بس يباشروا بيجوا بيقولوا لك ايه ما في مجال للسكن، ما في مجال للرواتب، يعني ما عم بتكفي، بدنا نرجع لمحافظاتنا. وضحنا السبب، صار فترة هي تحديد مركز العمل سابقا، هلا انحد منه كثير، حدينا من المركز بالشروط. هلا بالنسبة للفائض، الفائض إذا بدك تجي أنت حضرتك حكيتي على اللاذقية وطرطوس، هلا الفائض باللاذقية وطرطوس ما هو كله فائض، هو سوء توزيع. يعني متمركزين بمناطق محددة لبعد عن سكنهم، يعني إذا بدها تجي تطلع من مجمع لمجمع فالمسافات كتير شاسعة وبعيدة، عشان هيك عم يتمركزوا بمناطق محددة. إذا بدنا نجي نوزعهم على المناطق هون بتزبط الأمور، ما بيعود عنا فائض. يعني حتى باللاذقية وطرطوس ما في عنا كتير فائض، بس بده يعيد توزيعهم، بده يعاد توزيعهم، وهلأ عم يندرس بالتعليم مديرية التعليم بالإدارة المركزية على إعادة التوزيع. قسم منهم كانوا محولين لأعمال إدارية، رجعناهم على المدارس للحاجة الماسة، رجعوا على المدارس والتزموا، هدول ما عاد فائض. هلأ بقيان القسم الثاني سيتم تدويرهم. شو أكثر اختصاصات ست نادية اللي فيها نقص؟ أكثر الاختصاصات اللي فيها نقص هي المواد العلمية، مواد العلمية، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم. مشان هيك تم ورشة عمل بيننا وبين وزارة التعليم العالي، وارتقى السيد وزير التربية والسيد وزير التعليم العالي انه نعمل صك تشريعي انه نحن ناخد الاوائل، خريجين الاوائل بالجامعات، بالجامعة نفسها اللي عم يدرس ابن دمشق مثلا او ابن اللاذقية اللي عم يدرس بدمشق، العشرة الاوائل رح يتم تعيينهم مباشرة مثل المعاهد تماما. هذا قيد الإنجاز، يعني بالمراحل النهائية إن شاء الله. أكيد، يعطيكم العافية، مشكورة جهودكم لليوم وكل التسهيلات اللي عم تقدموها ضمن المنصة. نرجع لعند حضرتك أستاذ نجيب، أكيد في بنود ضمن هي المنصة وفي بند اسمه غير ذلك، شو بيضم هيدا البند وكيف ممكن استخدامه في حال أخطأ المتقدم بإدخال بياناته؟ هل ممكن التعديل والتراجع أم ما فينا؟ هلا نحن مثل ما شرحت الأستاذة نادية بالبداية الحديث أنه في عنا 8 شروط محطوطين ببلاغ، وهن واضحين على المنصة مباشرة. أنا كعامل فيني سجل، بيطلع لي مجموعة الشروط، إذا مطابق لأحدى هذه الشروط بختار الشرط المناسب، وبيطلع بعدين قائمة منسدلة تانية بتعطيني شو الأوراق المطلوبة حتى أنا قوم بعملية تحميلها. غير ذلك هي لحتى نحن نعطي مجال أكبر لجميع الأشخاص، سواء كان عندهم أسباب شخصية، أسباب صحية إلى آخره، حتى نحسن نعطيهم فرصة يقدموا على المنصة وما نمنعهم هذا الحق. تمام، والمنصة هي
يعني وجدت لحتى تخفف معاناة على العالم بالسفر من محافظات مثلاً بعيدة، حلب، حمص، كذا إلى آخره، لحتى تقدم بوزارة التربية. ومن هالمبدأ هذا بده يجي يقدم، بده يجي يقدم بالديوان. حضرتك إذا قدمتي طلب معين بالديوان فيك ترجعي بعد يوم تقولي له أعطوني الطلب أنا أعدله؟ ما فينا. كمان أكيد. نفس الشيء، نفس المبدأ بالطلبات الإلكترونية. بس ولكن هون بالطلبات الإلكترونية نحن حطينا بالاتفاق مع مديرية التنمية الإدارية حطينا سماحية 3 ساعات. يعني بإمكانه صاحب الطلب يغير رأيه خلال 3 ساعات. مثلا أنا حطيت من حمص إلى دمشق المجمع مثلا، ناخذ المنطقة التعليمية المزة، ولكن أنا حبيت غير خلال فترة السماحية اللي نحن عطيناها إياها اللي هي عبارة عن 3 ساعات، بإمكانه يغير الطلب تبعه. بس بعد ذلك لا يمكن تغييره لأنه سوف ينتقل مباشرة إلى الدراسة. وبالتالي مثل يعني هاي عملية تحويل الأمور الإدارية، وبالتالي نحن مضطرين نكون بهذا المجال. أكيد. طب ست نادية نرجع لعند حضرتك شوي، والسؤال خلينا هيك نحكي عن طبيعة العمل للعامل الأصلي. المعروف أنه طبيعة العمل 40% للوكلاء العاديين. مؤخرا كان في قرار أنه محافظة القنيطرة أنه تستحق وكلاء هذا الصرف 40%. السؤال هون عم يسألوا هل رح يتم الاستحقاق لجميع المحافظات أو بس القنيطرة؟ هلأ في كتاب السيد مدير الشؤون القانونية خاطب فيه رئيس الجهاز المركزي. السيد رئيس الجهاز المركزي أقر أنه ممكن يستحقوا، فهو عمم هذا الكتاب. هلأ أنا سألت أكثر من مديرية مبارح، في منه عم يصرف للوكلاء وفي منه ما عم يصرف، نتيجة أنه المحاسبين عم بيقولوا لا هذا الحكي مو صحيح. يعني هلأ إذا الوكيل عم ياخد مثلاً 3 أيام بالشهر أنا بدي أصرف له كمان راتب وتعويض طبيعة عمل، ما عم يرضوا يصرفه حسب الجهد، حسب ساعات العمل. هلأ نحن أنا مباري لما تواصلت مع مدير الشؤون القانونية قال لي نتيجة هذا اللغط يلي صار ما بين كتابهم وبين كتاب الجهاز وبين المحاسبين تمت مخاطبة المجلس الأعلى. هلأ بس يجينا رأي من المجلس الأعلى رح يتم تعميمه إن شاء الله. بيكون في تحديد أكثر تماماً. من هذا الكتاب بيكون دقيق، بتعمم على كل المديريات، بيكون دقيق تماماً، يعني بدهم يعتمدوا يا سلباً يا إيجاباً. تمام. أستاذ نجيب، حضرتك مدير المعلوماتية بوزارة التربية، ونحن نعرف اليوم أنه أهمية المعلوماتية بالعصر الحديث، كيف عم يكون جديد وزارة التربية والتطوير المعلوماتي؟ شو الجديد اليوم ب أروقة وزارة التربية؟ وهل يمكن أتمتة جميع الخدمات التربوية إلكترونيا؟ هل هذا الشيء ممكن يغنينا عن الورقيات؟ خبرنا التفاصيل. هلا أتمتة جميع أو المعاملات الورقية هي يعني إحدى الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي. تمام. بس ولكن هاي عملية التحول الرقمي تحتاج إلى إطار قانوني. أول شيء أي عملية تحتاج إلى إطار قانوني وإطار إداري. يعني مثلا عملية إطلاق المنصة وخدمة تحديد مركز العمل، قعدنا مجموعة من الاجتماعات نحن والمديرية التنمية الإدارية حتى حسنا نغير جزء من القانون بحيث يسمح للطالب العمل أو طالب تحديد مركز عمل طالب الخدمة يقدم عليها إلكترونيا، وغيرنا بالشق الإداري بحيث تطلع مباشرة التعليمات والعملية الثبوتيات وإلى آخره تكون إلكترونيا محفوظة وتكون مطبوعة أخرى. تمام. وبالتالي أي عملية تحويل للمعاملات تحتاج إلى تشريع، وتحتاج إلى تشريع إداري، تشريع قانون وتشريع إداري. هلا نحن بوزارة التربية مديرية المعلوماتية دائما نسعى إلى تطوير العمل المعلوماتي بحيث يستفيد منه أكبر قدر من الطلاب والمعلمين. لهيك في عنا مجموعة من الخطط في سنة 2025، من بيناتها هي عملية تشبيك جميع مديريات التربية في المحافظات بالإضافة إلى المجمعات التربوية الموجودة بالمحافظات. هذا الشيء يعطينا البنية الأساسية لعمل أي مشروع معلوماتي، سواء بجمع البيانات، بوضع برامج لحتى تحسن تجمع بيانات الموظفين، بيانات العاملين، بيانات الطلاب. وهذا دائما نحن منقول في المجال المعلوماتي أنه المعلومات هي الكنز المخفي. دائما في عنا، حتى في عنا علم بالمعلوماتية اسمه داتا مايننج، التنقيب عن المعلومات. المعلومات هي الكنز الكبير وأنت بإمكانك تنقب عليه، ولكن إذا توفرت عندك الأدوات المناسبة وتوفرت عندك خوارزميات حتى تحسن تعطي لصاحب القرار، تعطيه مجموعة من التنبيهات وتعطيه مجموعة من الحلول لأي مشكلة بتواجهه.
أكيد، يعطيكم ألف عافية. ست نادية، عم يسألونا اليوم الموظفين بقطاع التربية إنه الأشخاص اللي حابين يروحوا لإكمال الدراسات العليا، هل من المفروض أخذ إجازة كاملة بدون راتب لإتمام دراسة الجامعة؟ هلا نحن بال 2021 تقدم كم كبير من العاملين لإكمال دراستهم ماجستير أو دكتوراه. بناء على القرار 89 الصادر عن المجلس الأعلى بوزارة التعليم العالي. نعم. هذا القرار بيقول إنه لازم الدوام، يعني مجبرين بالدوام وداخل أوقات الدوام الرسمي. داخل أوقات الدوام الرسمي. كانت الوزارة تعطي موافقات إنه داخل أوقات الدوام الرسمي. داخل أوقات الدوام الرسمي في حدا عاملين بتربية حلب مسجل بجامعة دمشق. يعني كيف داخل أوقات الدوام الرسمي؟ معناتها بده ينزل على الجامعة، عنده حضور. صحيح. عنده حضور وعنده التزامات كتير بالجامعة. فنحن لما بلشت تظهر عنا هاي المشكلة صار في كتير، يعني عم بيتركوا صفوفهم وعلى الجامعة. صار في نقص. صار في نقص كوادر تعليمية. هون بلشنا نحط خارج أوقات الدوام الرسمي العبارة نغيرها. وزارة التعليم العالي اعترضت، قال لا نحن ما بيناسبنا، لازم يكون داخل أوقات الدوام الرسمي. اضطرينا نعمل كتاب للسيد رئيس مجلس وزارة لناخد رأيه بالموضوع. السيد رئيس مجلس وزارة حول الكتاب للسيد وزير التعليم العالي. السيد وزير التعليم العالي ارتقى أنه يكون حسب رأي السيد الوزير المختص. يعني كل وزارة ترجع للوزير المختص. إذا هو بيوافق له خارج أوقات الدوام أو داخل أوقات الدوام، يعني يعود بصير الطلب فردي من الشخص؟ بيطلب ايه، بيطلب من الشخص. هلا نحن رجعنا السيد الوزير دكتور عامر قال لا انا بحاجه كوادري، يا بياخذ خارج اوقات الدوام الرسمي بدون اجر، يا بياخذ اجازه بالاجر، يا خارج اوقات الدوام الرسمي وبيضل باجره بصفه وبيشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي بيتابع دراسته، يا بياخذ اجازه بلا اجر. يعني حتى نحن هاي نزلت بالشروط، بشروط الاجازه انه اعطاهم استثناهم انه مشان الدراسه بيعطيهم اجازه. هناك نقطه استفهام، يعني عم يكتبون على الصفحه انه نحن عندنا شغف كثير كبير بالدراسات العليا، استكمال الدراسه نحن مو ضد، فبيتمنوا اليوم الوزاره اليوم مو ضد، الوزاره تنظر، الوزاره مو ضد، بس كمان نحن المصلحه العامه أكيد فوق أكيد. المصلحه الشخصيه. تمام استاذ نجيب. وكمان عم يوصلنا بعض الاستفسارات والشكاوي اليوم انه بعض المدارس بمحافظتنا السوريه يمكن ما فيها غرف للمعلوماتيه، ما فيها حواسيب، ما فيها معدات، ما فيها اجهزه، وربما ممكن يكون في حواسيب بس هي ما انا حديثه وما انا ملائمه للتطور التكنولوجي اللي نحن عم نعيشه. كيف ممكن اليوم تعالج وزاره التربيه هي المشكله؟ شو هي خطواتكم؟ هلا نحن دائما هالسنة منحط الخطة الاستثمارية للسنة القادمة. بالخطة الاستثمارية لعام 25 تعرفوا حضرتكم الحصار اللي عنا وآلية صعوبة آلية استيراد التجهيزات الحديثة وتعديلها ودخولها إلى البلد. بس ولكن الحمد لله بفضل يعني هالسنة هاي صار في عنا زيادة بالخطة الاستثمارية، ولاحظنا أول شيء سوينا عملية جرد لكافة التجهيزات الموجودة في القطر. طبعا حكيت أنا مع المديريات دوائر المعلوماتية بالمحافظات، أعطوني جرد كامل شو في عنا تجهيزات وكل تجهيزة من أي سنة هي وهل يمكن إصلاحها أو لا يمكن إصلاحها. يعني في عنا خطة كاملة وفي عنا داتا بيس كاملة عن التجهيزات الموجودة. هلا مثل ما تفضلتي في عنا مجموعة من المدارس ما عندهم تجهيزات او ما عندهم مخبر حاسوب. تمام، انتم بتعرفوا انه احنا ماده المعلوماتيه هي ماده اسرائيليه موجوده من الصف الخامس لحديت الصف الحادي عشر. وعندنا اساتذه نقوم بتدريبهم، في عندنا دورات شيء اسمها دوره المعلوماتيه، هي عباره عن 9 اشهر تؤهلهم لتدريس مادة المعلوماتية بالمدارس. حالياً نحن عم نقوم بتحديث التجهيزات الموجودة ضمن الإمكانيات الموجودة عنا. دائماً عم نحاول نطور المدارس يلي يكون فيها نشاطات. تمام، يعني مثلاً مدارس المتفوقين نحن في عنا شيء اسمه نادي الروبوتيك بمدارس المتفوقين. وهذا النوادي فعلا هالسنة حقق إنجازات كتير حلوة اللي هي بالبطولة الوطنية لعلوم الروبوتيك، فأخذوا جوائز جيدة. الوزارة تقوم بتوريد هذه التجهيزات والاستفادة منها وتدريب الطلاب لحتى يطلعوا بالشكل الأمثل.
طيب ست نادية، خلينا نروح لسؤال آخر وتم وصفه بالمعضلة. وهو لا تصعبوا الأسئلة علينا. نحن عم الأسئلة يعني فريق الإعداد ما له علاقة في اليوم. هي أسئلة عاملين. الأسئلة العاملين بوزارة التربية عم بيقولوا اليوم إنه نحن تم تعييننا بمدينة وعم نقبض من مدينة أخرى، فنحن الراتب عم نحطه على الطرقات، يعني ما عم نستفيد منه. هلأ بنرجع لنفس المشكلة اللي هي طبيعة الأولى، إنه أنتوا رحتوا على مسابقة بمحافظة غير محافظتكم. طيب نحن متقبلين اوكي، ونحن اليوم بدنا نلاقي حل، او هل في حل يعني بالافق القريب؟ يعني في حل ان شاء الله، في حل. هلا نحن بالنسبه لانه هن كانوا عم يطالبوا بنقر رواتبهم، نقر الرواتب بالقانون لا يجوز. هلا هن عينوا بدمشق، حددوا باللاذقيه، مضطرين يقبضوا من دمشق قولا واحدا. ما في ما في نقر راتب. هلا نحن محاسبي للمحاسب انه يتم، ما في، هذه وزاره الماليه ما قبلت، حاولنا بس وزارة المالية ما قبلت. هلأ بالنسبة للحل، الحل هو الندب بدل تحديد مركز العمل. الحالة الوحيدة لنقر الراتب هي الندب. يعني عم تشتغلوا عليها؟ عم نشتغل عليها نحن، لأنه إذا بدي أندب العامل المحدد مركز عمله بده يكون متوفر الراتب بالمكان اللي محدد مركز عمله فيه. هذا حل؟ هذا حل ممتاز. يعني احنا بلشنا فيه بالإدارة المركزية، أنا كل شيء تحديد اليوم العاملين اللي عم تماما كل شيء تحديد مركز عمل بالإدارة المركزية تم ندبهم كاملا. كان محدد مركز عمل وراتبه عم يقبض من مديرية ثانية، عملنا له قرارات ندب، وهلا عم يقبض صار من الإدارة المركزية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هي هذا عملية حل. تسهيل يعني. هذا حل. يعني هذا الحل الوضع الوحيد. الاقتصادي هلا هذا الصعب، يعني ما بدنا نحكي، الوضع معروف يعني، وإيجار الطرقات. فإن شاء الله وزارة التربية أكيد دائما عم تسعى لإيجاد حلول ليكون المدرس صح. مرتاح اليوم حتى يقدر يعطي. صح. أكيد. سؤال أخير لحضرتك أستاذ نجيب، أكثر شيء يمكن عم يسألوا عنه، أمتى رح يكون في مسابقة خاصة بمدرسي المعلوماتية أو مسابقة المعلم المتميز اللي صارت بالعام الماضي، ممكن تتكرر ويكون المعلوماتية فيها نصيب؟ هلا أول شيء بالنسبة للقسم الأول من سؤالكم، أنه المسابقة، طبعا المسابقة هي ست نادية ممكن تجاوبها، اللي عملية تنسيق بيننا وبين وزارة التنمية الإدارية، صح الحكي هذا؟ شو رايك ناديه في المسابقات؟ المسابقات على قرار 81 انتقلت من كافه جهات الدوله لوزاره التنميه. يعني لما بدها تعلن وزاره التنميه الاداريه مسابقه مركزيه، بتاخذ حاجات من كل جهات الدوله وهي بتعلن عن المسابقه. اما مسابقه حاليا ما في. اما بالنسبه للشق الثاني اللي هو مسابقه الاستاذ المعلم المتميز، فهي السنه الماضيه كانت انطلاق المسابقه الاولى، وكانت باختصاصات العلميه من بيناتهم المعلوماتيه، وكان كمديريه معلوماتيه في وزاره التربيه نحن قمنا بعمليه الامتحان الاونلاين للمرحله الاخيره، وحتى حضر عنا السيد رئيس مجلس الوزراء وبمباركته، وتم هذا الامتحان مباشره على الحواسيب المتقدمين لهذا الامتحان، وكانت تجربة كتير رائعة في عملية أتمتة الامتحانات. حاليا سوف يعني في دراسة لتغيير الاختصاصات، كل سنة ممكن يكون في اختصاصات جديدة للأستاذ المتميز حتى تشمل جميع الأساتذة، ما تكون هي موجهة لفئة محددة. آخر سؤال ست نادية، ما عاد صعب عليك الأسئلة، بس عم يسألونا عن برنامج معادلة الخبرات، هل اليوم عم يغني عن الشهادات أو المؤهل العلمي؟ هذا برنامج معادلة الخبرات سؤال خاص إلي لأني أنا عم بتبعه. تفضلي. هلأ المسارات وتعيين القيادات حسب بطاقة الوصف. فأي مدير مركزي أو مدير مركز أو أي حدا بده يستلم منصب قيادي بده يكون حسب بطاقة الوصف. لما أجت بطاقات الوصف أجت غير مطابقة للموجودين. يعني مثلا أنا اختصاصي علم نفس، المفروض مدير التنمية إما يكون حقوق أو اقتصاد. أنا علم نفس، أنا صار لي تقريبا 26 سنة بمديرية التنمية، من بيناتهم 14 سنة معاون مدير. معاون مدير خبرة تماما. فأجد أنا غير مطابقة، فهون بلشت الناس عنا حتى بكل جهات الدولة مو بس عنا بوزارة التربية، إنه ليش يعني أنا خبرة، وأنا بعدين تجوا تقيموني تجيبوا حدا بس لأنه من حملت اقتصاد أو حقوق، جيبوا جديد مشان
طلع السيد رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السيدة وزيرة التنمية ارتقوا إجراء هذا. أكيد. بالختام الأستاذة نادية والأستاذ نجيب شكرا لكم لوجودكم معنا لليوم، أكيد بتمنى لكم كل التوفيق من خلال هاي المنصة، وإن شاء الله يا رب نكون جاوبنا على كل استفسارات المشاهدين. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لحضوركم اليوم، تحياتنا من خلالكم لكل الكوادر العاملة ضمن وزارة التربية. بدنا نعتذر من المشاهدين اللي كانوا بعتينا في استفسارات كثير للأسف، ولكن بعتونا إياها على موقع الوزارة. إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا للشفافية بالأجوبة. أهلا وسهلا، نورتوا صباحنا لليوم.